سيدو دي واحد تاني يبقى صغير ولا رمزي فين تمثال بتاع القانون رمزي ولا رمزي انت يا زفت نعم دول فين ياض التمثال بتاع توت عنخ امون اللي انا قلت لك هاته من المخزن يا ماشي يا دول هو ايه اللي ماشي انا مش قايل لك تجيب البضاعه من جوه من المخزن وترصها لي هنا في البازار لا 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 بلاش مخزن يا دول لا بلاش مخزن ايه اللي بلاش مخزن احنا جايبين مخزن عشان ايه مش بنخزن فيه البضاعه وبعدين نجيبها من جوه ونرصها هنا بره لا يا دول لا بلاش مخزن دول يلا في ايه يا لا دول ده لا لا دول اخوانا البعد دول اخوانا البعد ايه اخوانا البعد المسخن مخزون المسخن مخزون المخزن مخزون مخزون المخزن مخزون يعني ايه مش فاهم المخزن مسكون ايه في حد ساكن جوه سكنت حد يلا ولا ايه لا 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 تعالى دول لا تعالى انا بحبك دول ما تدخلش جوه يلا يا رمزي في ايه يا ما تفهمني يلا في ايه ماما دول كل ما ادخل جوه كده بقيت اشوف حاجات غريبه واسمع اصوات غريبه تسمع اصوات جوه في المخزن اه غريبه اصوات ايه يا عبوكو دي يا لا لا يا دول حاجات غريبة بيعمل ازاي صوت بيعمل ايه لا من ايه حرسة ولا قطة ولا بتاع لا يا دول من عارف العرسة دول يا اصوتها يعني ولا مش عايز هبل يلا انا مش ناقص عبط يلا خش المخزن وطلع الحاجة اللي بقولك عليها يلا لا يا دول لا انا مش داخل دول المخزن لا مش داخل المخزن خلاص ما تخشش الرمز وما تجيش البازار خالص وهجيب واحد ياخد نص الفلوس اللي انت بتاخدها ايه لا لا ده على جثتي بقى دول انا هاخد المخزن مسخن وادخل المخزن بقى انت بتعلم الكلام جديد ياد ولا ايه دول انا هسيبك بقى وانا لله وانا اليه راجعون في ايه ما تخش المخزن هات الحاجه يا ده انا هوحشك قوي يا دول سيبك من رد فعلي يلا اتكل على الله طب دول مش هتمسكني يا دول لا يلا هات يخلص ايش يا دول ولا رمزي في يلا ولا رمزي في يلا يا غبي وقعت انت صاحي ده كله وسايبنا جرجرك ده كله معلش شفت يا دولا شفت ايه يا ابني شفت يا ابني مفيش اي حاجه يا ابني لا يا دولا شفت يا عم ان المسخن مخزون قصدي ان المخزن مسكون يا دولا يا ابني انا مش لسه جايبك من جوه ودخلت جوه مفيش اي حاجه يا دولا بقى صدقني بقى يا دولا بقى مره واحده في حياتك انا بقول لك انا شايفهم كده وانا عيني عينك زي ما انا شايفك كده يا دولا صدقني لا حول ولا قوه الا بالله استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت مش هيتهيأ لك التهيؤات دي يا رمز يلا بيتك انا ابتديت يتهيأ لي انا كمان شفت سمعت كلام دول شفت يا ابني مفيش حاجه تلاقي بس الهواء الشباك مفتوح فالهواء خبط حاجه فوقعت حاجه تانية فعمل الصوت ده طب دي صوت ايه حاجه ولا بتوع بتوع كده يعني دول بقى صدقني بقى ياد ما تقلقش يالا انت ايه القلق اللي انت فيه ده يا رمزي يلا يلا اتكل انا على الله بقى اروح البيت ها يلا لا يا حلو انت ايه هتسيبني هنا لوحدي ولا ايه دول هسيبك لوحدك ليه ما انت معاك العفاريت ما تقلقش ايه العفاريت قلت يا بضحك عليك ياد عشان عارف ان انت خايف يهبل مفيش كلام من ده يهبل عفاريت ايه يا عبيط يا دول خليك معايا بقى هنا يلا خليك انا هقعد ولا انت عيل يلا ايوه انا عيل انت عيل لا انا ما بقعدش معايا انا مروح يلا سلام العفاريت لا وايه ويغمى عليك وبتاع سلام عليكم في ايه دولا خبينا يا دولا هلا خبينا يا دولا يلا يا رمزي في ايه يلا البازار حصل له حاجه ولا ايه
خبينا يا دولا خبيني. اللي حصل يالا فتهمني يالا. وانت يا دولا كل اللي همك البازار مش همك انا؟ لا طبعا مش هممني، وانا اهتم بيك ليه يعني؟ البازار حصل له ايه؟ لا مفيش حاجه يا دولا، في مصيبه في البازار، في مصيبه. انت بتقول لي ما حصلش حاجه في البازار وبعدين تقول لي في مصيبه في البازار، ما ترسلك على حال. ايه يا دولا؟ انا اللي حصل لي مصيبه في البازار. انت نفسك حصل لك مصيبه جوه البازار. اه لكن البازار نفسه ما حصلوش حاجه، انت اللي حصل لك انت مش مهم. ايه اللي حصل يا سيدي؟ ايه اجيب لك ميكروفون؟ طلع العفاريت يا دولا. يا هبل يا هبل، عفريت ايه يا ابني؟ انت لسه عايش في الوهم ده، مفيش حاجه اسمها عفاريت يا ابني. شفت 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 شفت، مفيش حاجه. ممكن يبقى في المطبخ اي حاجه وقعت، ولا فار، فار صغير، فار صغير. طب ولا الصوت ده ممكن مثلا المصيده قفلت على رقبته فهو بقى ايه بيطلع في الروح يعني. لا دولا دولا ده هم ايه مصهللين قوي النهارده، قال ايه وعايزين يلعبوا معانا دولا كيك على العالي يا دولا يرضي. تلعب معاهم كيك على الواطي وغزهم يلا. طب دولا انا ما بعرفش العبها، انت بتعرف تلعبها روح بقى العب بقى معايا. فين ولا 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 وانا هخلي بالي بقى، هخلي بالي من البيت. يلا ليه وانا فين يلا؟ وانا فين؟ انت ايه اللي جاي؟ ولا روح على البازار، روح على البازار. لا انا هقعد هنا. روح على البازار ونام في المخزن الضلمه. يلا يلا دولا. طب لمني لمني بيتك دولا، ده احنا ولاد عم دول. انا خايف دولا قوي يا ابني. خايف من ايه يا ابني؟ ما ده كله اصله في دماغك يا رمزي، انا مش عارف افهمها لك ازاي. بص مفيش حاجه اسمها عفن مبدئيا، مفيش حاجه اسمها عفن. لا في مفيش في مفيش في اي حاجه الواحد قولي بيفكر فيها. ها مش بيقول لك اللي بيخاف من العفريت يطلع له؟ اه ما تخافش عشان ما يطلعلكش، لكن لو خفت هيطلع لك. شوف بقى انا اللي خوفتك ازاي. يهبل يهبل. طب انا هقعد هنا بقى دولا بقى عشان خاطر. خلاص اقعد شويه وبعدين انزل روح على البازار يلا. لا الصبح بقى. ايه هتنام هنا؟ اه معلش يا ابني البيت كله ستات يا ابني، هتنام هنا تهب بايه؟ معلش اعتبرني ست وخلينا ننام هنا. ماشي ماشي، نام هنا وعندك عيال مخدات تبقى اتغطى بيها. ماشي ماشي، بس انا دول انا مش عارف انام. ليه؟ عشان جعان. انت جعان ولا خايف؟ مفيش حد بيبقى خايف بيبقى جعان ابدا يعني. ما هو دول انا من صباحيه ربنا ما اكلتش، عمالين يرعبوني كده، فانا مش عارف انام وانا جعان. جيب لك اكل ايه هنا دلوقتي؟ اي حاجه دول بقى، انا عايزك بقى تسهلي كده معايا النهارده للصبح. لا اسهلي ليه؟ انا هخش انام، انا هسيبك مرمي هنا واخش. لا دول ولا ولا هتتجنن عليا. ولا دول هتتجنن عليا. بص اهو هشوف لك حاجه تاكل. اقعد ساكت مش عايز دوشه. حاضر حاضر. حظك حلو اهو، في السندوتشات بتاع الواد عنتر اللي كان هياخدها معاه الصبح. بس ما تاكلهاش كلها بقى. ماشي. عايز تاكل ايه، جبنه رومي ولا بيضه؟ البيضه. يبقى خد الرومي. حاضر. عايز حاجه تاني؟ اجيب لك ميه. ايه زغطه؟ لا بتضرب بتضرب كده. احسن الحمد لله. بقيت احسن كده الحمد لله دول. الحمد لله. ولا اضربك تاني؟ لا لا الحمد لله الحمد لله. خد بقى انت سندوتش بقى. انا مش هاكل، انا هخش انام، انا هخش انام. طب دولا ايه رايك نروح القهوه بقى نجيب طاوله بقى كده ونقعد نلعب؟ انت يعني صحيني في نصاص الليل عشان نروح نلعب طاوله في القهوه؟ بس القهوه نامت، القهوه نامت. دولا انت وحشتني قوي يا دولا يا حبيبي. ولا ولا خد اتفرج على التلفزيون بس وطي الصوت. ماشي. ها مش عايز وجع دماغ، مش عايز اي قلق. حاضر بس تربس الباب، تربس الباب. خلاص بقى خلاص، العفريت بيجوا من البوابه هيخبطوا زيك كده. خلاص انا خفت خفت. اقعد بقى ونسك بس يلا بس يلا يلا نخش انام واتفرج كده هو بالراحه ومش عايز اي دوشه ونام هنا زي ما انت كده. اقول لك انت حتى التلفزيون ما انتش محتاجه، ادي التلفزيون اهو. يلا نام بقى نام عشان كمان اخش انام. بص دولا انا خايف قوي دولا. متخافش يلا متخافش، شوف انا ضلمت لك الدنيا عشان ما تخافش. يلا نام نام، انا اخش انام انا. واو يا ماما يا ماما يا ماما. ده انا يا هبل، ده انا اهو مش بوريك ان مفيش عفاريت. اه واو شوف ده انا. يلا بس هما بيقولوا مش اوه. هي هي بس ده من منطق تاني يعني. اه دولا لو خفت بقى ابقى ناديلي بقى. ها ماشي. ايه ده رمزي؟ الحمد لله احنا خلاص بعدنا عن البازار وبقينا هنا وعند دول حبيب، ننام بقى براحتنا خالص. وانا من هنا ورايح مش رايح البازار خالص.
لا 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 حضرتك انا مش خايف. عاوز لا مش ترجي مش ترجي. انت مين انت؟ اذا انت نسيتني لا انا كده ازعل. لا 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 ايه ده؟ وانت اللي بتطلعي لي في البازار؟ طب سبت البازار وجيت ليه؟ بتعملي ايه يا عفريته هانم انت؟ ايه ده عفريته ما يركبك، انت قديم قوي يا ابو الرماميز على فكره. يعني انت مش عفريته؟ لا. امال انت مين؟ انا زعنونه بنت شرابي اللي تشوفه تقول يا خرابي. ملك الجان اللي اتجوز من ماما حبهان بالعند في ابوها الملك ترتان. مش هيسمعك، ولو سمعك مش هيشوفني. محدش يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك انت يا خلبوس ابو الرماميز. ابو الحال يا دولة.